السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن كورس مختلف. الفترة اللي فاتت خدت كورس واستفدت منه كتير، فحابب ان انا اقول لكم عليه. الكورس كان عبارة عن ازاي بتستخدم ادوات الذكاء الصناعي في العمارة. فعلى سبيل المثال مثلا ازاي تستخدم من خلال الراينو تستخدم الذكاء الصناعي في اكتر من حاجة. يعني ممكن تخلي الذكاء الصناعي يكتب لك كود، تخلي الذكاء الصناعي موجود جوه الراينو، ازاي تستخدم الراينو، ازاي تستخدم جراس هوبر. كان كورس رائع الصراحه، فاستفدت منه مختلف عن بقيه الكورسات. يعني الكورسات اللي موجوده في السوق بتلاقيهم كلهم بيتكلموا في نفس الحاجه وبتبدا تقارن بينهم. لا ده كورس ما اعتقدش ان انا شفت حاجه مماثله ليه، لا عربي ولا انجليزي. الكورس مع المهندس حسن عبد السلام ومع الدكتوره مي عبد السلام سليمان، وهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بحيث ان لو حد حابب ان هو يشارك. ودي الصفحه بتاعته. كان كورس ممتاز، ويعني الناس اللي موجوده عجبها الكورس. فحتى خش على الصفحه وشوف، يعني اي كورس قبل ما نبدا فيه بنشوف ايه المنتجات وايه الحاجات اللي موجوده. فدي بعض المخرجات اللي موجوده اللي اتمنى انها تعجبكم. ازاي ان انت تكتب كلمه جميله فتطلع لك صورة أجمل، تحويل الكتابة لنص الميدجورني. احنا بنكتب حاجات بسيطة، لا في كورس تعلمنا بعض الحيل أو تعلمنا بعض العبارات القوية اللي تخليك تطلع نتيجة ممتازة. ازاي تخصص الستايل اللي انت عايزه، ازاي تخصص الصورة اللي انت عايزها، ولو طلعت صورة بالشيء اللي عايزها ازاي تعدل فيها. فكان كورس مفيد الصراحة، واتمنى ان اللي جرب الكورس يكتب لنا برضو رايه في التعليقات عشان الناس كلها تستفاد ونتبادل المعلومات مع بعض.